أشاد فخامة الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية بمواقف جلالة الملك المعظم الداعمة لأمن واستقرار الصومال في حربه ضد الإرهاب وثمن الرئيس الصومالي السياسه الخارجيه المتزنه والرصينه لمملكه البحرين في صون مقدرات الامه العربيه بفضل رؤيه جلالته الاستشرافيه لدعم كل الجهود المتصله بالعمل العربي المشترك جاء ذلك خلال استقبال فخامته للسيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي حيث اكد الرئيس الصومالي ان مملكه البحرين وجمهوريه الصومال الفيدراليه تربطهما علاقه راسخه على الاصعده كافه